السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا بنستكمل سلسلة المحاضرات الخاصة بالبلاك بورد، والمحاضرة السابقة أنشأنا جروبس، أنشأنا مجاميع من الطلاب بحيث يبدأ الطلاب يتعلموا إزاي يشتغلوا مع بعض in collaborative work. تمام كده؟ بحيث إن أنا بدي للطلاب مثلا تيست، بديهم assignment، بديهم open book exam، بديهم حاجة زي survey، بنعمل حاجة زي discussion board. عاوز الطلاب يتألفوا مع بعض ويتجمعوا مع بعض، وإحنا أنا واحد من الناس اللي عندي ثقة كبيرة جدا في إمكانيات الطلاب. تمام كده؟ وانس إن الطالب خد الثقة دي بيقدر يبذل مجهود أكتر وأكتر عشان يبين لك إن هو قد الثقة اللي حضرتك منحتها له. تمام كده؟ فخلاص إحنا عملنا الجروبس، أنشأنا الجروبس، دلوقتي عاوزين ندي تاسك أو ندي assignment للجروب. عشان أعمل assignment للجروب الموضوع بقى بسيط جدا. هروح أعمل إيه؟ هروح على المقرر بتاعي، أوكي؟ هروح على المقرر الخاص ده، واروح على الجزء الخاص بالاختبارات، اختبارات، واروح فيه الاسسمنت وهلاقي فيه الاساينمنت، اوكي، او اعتقد الاسسمنت او الاساينمنت، هروح في الاسسمنت واقول له اساينمنت. هيبدا نفس خطوات الاكزام الطبيعي، هكتب مثلا وليكن مثلا جراد project مثلا او homework مثلا 0 10، homework 10، اوكي، وهكتب هنا الانستراكشن بتاعتي، اوكي، اهو كتبت الانستراكشن، وهروح لو عندي فايل معين هرفعه، اوكي، احنا اتفقنا بقى هرفع الفايل ده، وليكن ده فايل الطلاب هياخدوه يقروه ويشتغلوا عليه، او بروبلم كبيره شويه، اوكي، او تيك هوم اكزام واتفر بقى، يعني هتفتح الكمبيوتر تتصفح المكان بتاعك او من خلال القرص، او لو انت عندك الفايل بتاعك موجود على الكلاود، اوكي. تعالى نفتح كده، نختار اي فايل من عندي، اوكي، هختار الفايل ده مثلا، هيتحمل اهو، هذا الفايل بتاع حضرتك اتحمل. وحضرتك اتكلمنا بقى على الفكره بتاع الديو ديت، وقلنا ان الديو ديت بيبقى مهم كمان عشان لو انت حابب تعمل فلتريشن او عاوز تشوفه في الكالندر، الديو ديت الفكره بتاعتها كويسه، اوكي. طيب كمان في الجزء الخاص بالجريدنج، يا ترى هتدي له جريد كام؟ تعال نقول ان انا هدي له 10 درجات، اوكي. في سبمشن ديتيل، وفي الجريدنج اوبشن، وفي الديسبلاي اوف جريد، الافيلابيليتي يظهر امتى ويختفي امتى، ديسبلاي افتر، اوكي، وديسبلاي انتل. تمام كده؟ طبعا حضرتك عارف الاول، بس معلومه مهمه، ان حضرتك لما بتعمل الجروب اساينمنت فمعناه انه واحد بس on behalf of the group، واحد بس مخول، اي حد موجود في الجروب يقدر يبعت الرد على الاساينمنت، واحد بس يبعت الاجابه، لكن كلهم بيخدم نفس الجريد، كلهم بيخدم نفس الجريد. تمام كده؟ طيب دي الافيلابيليتي خلاص. بعد كده عدد، احنا قلنا خلاص الافيلابيليتي مقصود بيها يظهر امتى ويختفي امتى، اوكي. بعد كده في عندك كمان من ضمن السبمشن ديتيل، اوكي، لو فتحته هتلاقي فيه الاساينمنت تايب، يا ترى هو انديفيدوال سبمشن ولا جروب، اوكي. طبعا لو انا قلت له جروب سبمشن المفترض يكون عندك فيه جروبس عشان تقول لهم ان ده الامتحان بتاعكم، اوكي، وعدد مرات المحاولات، يعني وارد تقول له اكتر من مره، وممكن تقول له انليميتد براحتك، يعني قلت له مالتيبل هيفتح لك مكان تكتب عدد المرات كام، اوكي، او لو قلت له سنجل خلاص الموضوع انتهى. تمام؟ فانا اقدر اقول له مثلا ان هو جروب سبمشن، اول ما اقول له جروب سبمشن هيفتح لي الجروبس اللي انا انشاتها عشان اختار منها، يعني لو انا قلت له جروب دلوقتي، لو قلت له انديفيدوال هيبقى ده اساينمنت عادي، لو قلت له جروب سبمشن هيبدا يفتح لك الجروبس المنشاه على القرص. فطبعا انا عندي مثلا عدد بين الجروبس المنشاه، اقدر اقول له والله ده لكل الناس، اوكي، بالشكل ده مثلا، واقول له اوكي ده سيلكتد ايتم، دول سيلكتد جروب اللي هيبقى عندهم مين، اللي عندهم الاساينمنت. اتفقنا ان الجروب الواحد واحد فيه بس اللي هيرسل الاجابه، لكن كلهم هياخدوا مين، نفس الجريد. عدد المرات اتفقنا بتاعه المحاولات، والبلاجيرزم تشيك ده المقصود اللي هو السيميلاريتي تشيك ريبورت، اللي هو لو حضرتك بتحابب تشيك على مين، على الطلاب، يا ترى ناقلين من مواقع معينه ولا. تمام كده، دي حاجه ادفانسد ما لناش دعوه بيها دلوقتي، اوكي. الجريدنج اوبشن ده برضو خطوات للجريدنج اوبشن، انيبل انونيمس جريدنج، بحيث ان انت ما تشوفش اسماء الطلاب عشان ما تبقاش بايظ ناحيه حد،
اوكي. وممكن تعمل انيبل ديليجيتد جريدنج، ان انت تفوض حد من الناس اللي موجوده جريدر يصحح معاك او انستراكتور يصحح معاك، تمام كده. دي اوبشن خاصه بالجريدنج، تمام. الديسبلاي بتاع الجريد اوكي هيبان كسكور ولا يبان كنسبه ولا ايه بالظبط، اوكي. يعني دي نفس الاوبشن اللي كانت موجوده في الجريد سنتر، اوكي يا جماعه. والجريد يبان للطلاب ولا ما يبانش للطلاب، ماشي. قلنا خلاص الافيلابيليتي، وتقريبا كده خلصنا معظم مين، معظم الاوبشن، اوكي. يبقى خلاص حضرتك رفعت الفايل ورفعته على الجروبس الاساين اللي هيبقى عندهم الاساينمنت، وعدد المحاولات انت عاملها سنجل محاوله واحده، اوكي. هقول له سبميت، اتاكد بس ان ما يكونش في حاجه انا نسيها. خلاص سميت ده و البوينت 10 واخترت الجروبس، اوكي، والجريدنج اوبشن، اوكي. و انا قلت له ميك الاساينمنت افيلابل هيبقى امتى، اديله تاريخ وديسبلاي انتل، اوكي. واقدر اقول له الوقت ايه، واقدر اقول له سبميت action already submitted wait until the action is complete، اوكي. هو بيرسل، فا already هو عمل ده، بيحاول يرسل. معلش عفوا، كان الفايل المرفوع كان حجمه كبير، فده اللي كان واخد وقت، فانا غيرت بس ورفعت ملف تاني، اوكي. ده الهوم وورك، ده الملف المرفوع اهو. انا رفعت ملف صغير بي دي اف فايل، واحنا اتفقنا قبل كده ان البلاك بورد او الانستتيوشن، الجامعه او الجامعات اللي عندها منصه بلاك بورد، بتبقى عامله ليميتيشن على السايز بتاع الفايلز اللي بتترفع، سواء كانت فيديو او ملفات عاديه، وكمان على كل قرص. وبالتالي حضرتك المفترض ما ترفعش ملفات حجمها يكون كبير، تمام كده. ده الهوم وورك اللي اتفقنا عليه. لو حضرتك حبيت تشوف اوبشن عنه تقدر تعمل ايديت، اوكي. و او حضرتك تقدر اذا ما انت شايف كده، ده الاساينمنت اهو هيبان بالشكل ده، اوكي. ده 10 بوينت بوسبل، ده 10 نقاط، والملف المرفوع والكومنت اللي موجوده، وتقدر تقول سبميت. ده لو طالب كان بيحل، مين بيحل الاساينمنت، اوكي. عشان حضرتك بقى تشوف الموضوع ده هيبان ازاي عند الطالب او الطالبه، حضرتك هتروح على اسم المقرر، اوكي. وبعد ما دخلت على المقرر هتلاقي المجموعات الخاصه بيه. طبعا الطالب او الطالبه كان بينتمي لجروب لكورس جروب 1، هتفتحه، اوكي. اوكي هتروح على فين بقى، هتروح فين، على الواجبات، اوكي. الواجبات هتلاقي هوم وورك 10 والملفات المرفقه، تقدر تفتح الهوم وورك 10، هتلاقي ارشادات الواجب طبعا لو كان في تعليمات، وتلاقي النقاط المحتمل 10. ده الملف المفترض ان الجروب هينزل الملف ده، كل واحد هينزله ويبداوا يعملوا ديسكشن مع بعض، وهنشوف ان شاء الله المحاضره الجايه ازاي نعمل ديسكشن بورد للطلاب. وبعدين الطلاب بقى يقدروا يرفعوا الفايل بتاعهم لو حبوا يرفعوا الرد او يرفعوا الريبورت بتاع المشروع بتاعهم معاه كده، ولو حابب يضيف تعليق. وبعدين بيقول لي مين، بيقول لي ارسل. يعني هنفترض ان الطالب راح استعرض جهاز الكمبيوتر وهيرد عليا باي ملف، هيرد عليا بالملف ده، اوكي خلاص. وانا اقدر بعد كده اقول له ايه، هقول لي ارسال او حفظ مسوده. لو قال لي ارسال كده المفترض جاري تقديم، هل تريد متابعه، خلاص هقول له اوكي. كده المفترض ان الفايل او الجروب رد عليا برفع ليا الحل بتاع الواجب. المفترض ان الجروب ده بيرفع بعد ما بيخلص، اوكي. طيب كمان بيديله رقم بحيث ان هو لما يقول للانستراكتور ان انا بعت، يبقى الرقم ده موجود عند حضرتك عشان دليل ان انت قدمت الواجب، دليل ان انت قدمت الواجب، تمام كده. طبعا التقدير لسه انا ما صححتش كانستراكتور، فهتلاقي التقدير عند الطالب جاي المحاوله المقدره الاخيره لسه ما خدش كام من 10، تمام كده. خلاص انا هخرج من هنا، اوكي، وهدخل بيه الانستراكتور بتاعي، ادخل الاكونت، اوكي. دخلت خلاص، هروح على مين بقى، هروح على المقرر بتاعي، المقرر بتاعي اللي هو المقرر ده. وانت في المقرر ده
هتلاقي عند حضرتك ايه بقى اللي حصل؟ هتلاقي ظاهر لك هنا في needs attention الحاجات المهمة قوي. assignment needs grading، في عندك حاجة محتاجة تقدير. اوكي، لو انا ضغطت عليه هيوديني على homework 10 اللي هو المقرر الخاص، او ان انا اروح على الgrade center الfull grade center. وهتلاقي عند حضرتك المفروض ان في بقى كولوم منشأ، الكولوم ده اسمه homework 10، وهتلاقي اسماء الطالبات قدامها علامه صفرة زي ما انت شايف كده، اللي هم موجودين في الجروب اللي ارسل، موجودين في الجروب اللي ارسل مين؟ اللي ارسل الواجب. تقدر تيجي قدام اي واحد اوكي جنبه كده واقول له view grade detail، وتقول له view attempts وريني المحاوله، وتقدر تروح دلوقتي تبص على المحاوله، تعمل داونلود للفايل وتبدا تحط مين؟ وتبدا تحط الدرجه. انا خلاص هعمل داونلود الفايل، وهنفترض ان انا قريت، والمفترض ان انا هدي له درجه دلوقتي، هدي للطالبات دول وليكن 8 من 10 اوكي، اديتهم 8 واقول له سبميت. طبعا الطلاب كلهم اللي ظهروا اسمائهم حالا دول هياخدوا 8 من 10. فلو رجعت دلوقتي على الجريد سنتر اوكي، ورحت على الكولوم بتاع الاساينمنت اللي هو ورك 10، هتلاقي كله خد 8 زي ما انت شايف، 8 وكل الطلاب دول خدوا 8، اللي هم الطلاب اللي في نفس مين؟ اللي في نفس الجروب. يبقى المحاضره دي والمحاضره السابقه اتعلمنا ازاي ننشئ جروب بغرض ان احنا نوسع المشاركه بين الطلاب ومن بعض، بغرض ان يبقى فيه نستغل قدرات الطلاب المختلفه، بغرض الطلاب ينسقوا مع بعض، وقسمت الجروب وشفت اكتر من طريقه لتقسيم الجروب. تمام، اليوم محاضره اليوم اتعلمنا ازاي نعمل اساينمنت للجروب، وعرفنا ان الجروب هيبقى واحد من الجروب بس اللي هيبعت الواجب اوكي، وباقي الطلاب هيحصلوا على مين؟ على نفس التقدير. هيتبقى لنا ان احنا ازاي الطلاب دول هيتناقشوا مع بعض اوكي، عاوزين نعمل لهم ديسكشن بورد يتكلموا فيها. شكرا لحضراتكم، ونلتقي في محاضره قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.